دعاء أول يوم من ذي الحجة. يتساءل الكثير من المسلمين عن الدعاء المحبب في الأول من ذي الحجة، وهو يوم الجمعة لهذا الشهر الكريم. يا رب اجعل أول جمعة من ذي الحجة تفريجا لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وغفران لكل ذنب، وهداية لكل عبد، ورزقا لكل محتاج، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب، وإله كل مألوه، وخالق كل مخلوق، ووارث كل شيء، ليس كمثله شيء. ولا يعزب عنه علم شيء، وهو بكل شيء محيط، وهو على كل شيء رقيب. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس ورائه منتهى، من توكل على الله كفى، ومن اعتصم بالله نجا. اللهم هذا يوم مبارك ميمون، والمسلمون فيه مجتمعون، في أقطار أرضك يشهد السائل منهم، والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليك أن تصلي على محمد وآله صلى الله عليه وسلم.